ولأن العالم قد امتلأ ظلما والدين حرف، فإن الله يرحم العباد ويرسل إليهم رسولا يظلله الغمام وهو منقذكم. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في بقاع جرداء لا ينبت فيها إلا بعض أنواع الشوك ونتفا من الشجر الذي إن وجد فإنما يكون هزيلا وسط صحراء قاحلة فرضت خشونتها على القاطنين فيها، فكان معظمهم من البدو الرحل الذين يأكلون كل ما يدب على وجه الأرض، بل يهرقون دماء بعضهم البعض على ذلك الطعام النادر. ولم تكن المبادئ الأخلاقية الإنسانية لتجد موطنا في تلك النفوس القاحلة بعد أن تفلت أصحابها من كل دين وقيم، حيث عكفوا على أصنام وأوثان اتخذوها أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. لبيك لا هم ما همل، لبيك يحدون الأمل، الحمد لك والشكر لك وكلنا نخضع لك، لبيك لا هم ما همل. ونشأ بينهم نمط اجتماعي قبلي متخلف في الفكر والعلم والممارسة، مما أدى إلى سيادة القلق والخوف على مستوى الأفراد والجماعات، ما زاد في التفسخ والتشتت. كل هذا يؤكد أن حركة النبي صلى الله عليه وآله في إبلاغ رسالته كانت في أصعب بقاع الأرض حجراً وبشراً ومعتقدات. كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. وهنا برزت العظمة والمعجزة في أن ينقلب هذا الخليط المتنافر وبغضون 24 من السنين إلى أقوى المجتمعات تطورا وحضارة وتنمية، حيث نستطيع القول أن تلك السانحة السماوية المتمثلة برسول الله لم يحدث مثلها على مدى التاريخ كله في وقت قصير جدا من عمر الأمة. النقطة الأولى، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان بربه. البشرية إلا القلة القليلة ما كانت تعرف الله وما كانت تعبد الله، ما كانوا يعبدون الإله الذي خلقهم، وإنما كانوا يعبدون الإله الذي خلقوه. قبيلة حنيفة صنعت إلها لها من التمر، بعدين صار عام مجاعة فأكلوا إلههم الله اللي يؤكل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يأتي
ويعرف. هذه قضية جدا مهمة. لاحظوا القرآن الكريم، لاحظوا أحاديث النبي، لاحظوا أدعيتنا، لاحظوا رواياتنا، الصورة التي تذكر في هذه الأدعية عن القضية الإلهية وعن القضية الربوبية. هذه من أعظم أفضال النبي صلى الله عليه وآله على البشرية. أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله الناس من رابطة الدم والنسب والعرق إلى رابطة مبتكرة جديدة، وهي الأخوة العقائدية، لا بإلغاء الروابط الأخرى، بل بجعل أخوة الدين ذات أولوية من جهة، وجعل الروابط الأخرى طالما هي موجودة محكومة لتلك الأولوية. وقد صرح القرآن بذلك عندما قال: إنما المؤمنون إخوة. لقد أثمر هذا المبدأ حالة من الإيثار نادرة، ولم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وآله ومن معه لتنجح لولا هذا الإيثار الأخوي الذي تحل به الأنصار، فشاركوا إخوانهم المهاجرين بالبيوت والأرزاق والأقوات، بل استبسلوا أمام بعضهم البعض في المواجهات العسكرية، حيث كان للأنصار شهداؤهم الأكثر عددا من غيرهم. هذا المجتمع الهمجي الجاهلي الوحشي الذي لا يحمل الرحمة تجاه إنسان ناهيك عن الحيوان، هذا المجتمع القاسي، هذا المجتمع المتخلف الجاهل، كان أحدهم إذا أراد أن يدخل مدينة من المدن أو قرية من القرى ويخاف أن يصاب بالكوليرا، فما هو العلاج وما هو التطعيم؟ كان يقف على باب المدينة وأمام سورها وينهق كما ينهق الحمار، فيتصور أن هذا سيمنع عنه الوباء. هذا كان عقلهم، هذه كانت عقليتهم، هذا كان مبلغ علمهم. هذا المجتمع المتخلف الذي كان قمة في التخلف، جاء إليه هذا الرجل العظيم فغيره، وغير من خلال تغييره حياة الملايين ولربما حياة البلايين من البشر. لقد نقل رسول الله صلى الله عليه وآله المجتمع من الوهم إلى الحقيقة، من الجهل إلى العلم، من الخرافة إلى الواقع. ولا يخفى أن القوم كانوا أسر الدجل والشعوذة والخرافات، يحرمون على أنفسهم لحوم أنعامهم لاعتبارات ما أنزل الله بها من سلطان، ويزجرون الطير فيبنون على تلك النتائج مستقبل تحركاتهم. وبلغ بهم السخف أن الرجل منهم إذا سافر عمد إلى خيط فيربطه بين غصنين من شجرة، وحين عودته يبادر أولا إلى خيطه، فإذا وجده قد انحل استدل بذلك على خيانة زوجته له في غيبته، فيعمد إلى عقابها قتلا أو تعذيبا أو طردا وطلاقا. وتوجوا سخفهم بوأد بناتهم، حيث كانوا يعمدون إلى دسهن في التراب خشية الفقر والإملاق وتشاؤما منهن. في هذه الأجواء القاتمة والتي كانت مسيطرة على كل جزيرة العرب، قام رسول الله صلى الله عليه وآله بنقلهم النقلة النوعية من الظلمات إلى النور. بعض الملحدين أو بعض المنحرفين يقول: أنت شنو النبي والإمام علي والأئمة شو سووا لنا؟ ذولا بنوا طيارة، صنعوا طائرة، سفينة، صاروخ، كمبيوتر، شنو مسوين أنتم خابصين فيهم؟ لا، النبي لم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصنع طائرة، ولم يصنع سفينة، ولم يصنع كمبيوتر، ولم يرسل سفينة لغزو الفضاء، لم يصنع كل هذا، ولكنه صنع ما هو أهم من كل هذا، وهو الإنسان. الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات وأعظم المخلوقات، الإنسان الذي لو صلح صلح العالم، ولو فسد فسد العالم. النبي صنع معجزة من خلال صناعة الإنسان، غير الإنسان في المجتمع، ولذلك نجح النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجاحا عظيما في بناء أعظم حضارة شهدها التاريخ. قام النبي صلى الله عليه وآله بإرساء مفاهيم مالية واقتصادية بدل التي كانت سائدة، فأقر ما يمكن إقراره، ومنع بشدة ما يجب منعه، واجترح قواعد جديدة ساهمت برخاء اقتصادي نقل فيه المجتمع من البداوة الصارخة إلى المدنية المستقرة المهذبة. فقد وقف وبعنف أمام ظاهرة الربا، معتبرا إياها من الذنوب الكبيرة التي تؤثر في انحلال اقتصادي اجتماعي خطير. وتكاثفت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي تعضد التحريم القرآنية، فانتهت وبسرعة اقتصاديات الربا واستبدلت بأعظم تشريع عرفته البشرية، وهو القرض الحسن الذي حث الله عليه واعتبره علاقة مباشرة معه عز وجل حين قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ثم افترض الإسلام الزكاة والخمس، معتبرا ذلك ضريبة دينية لازمة تعود بالنفع على الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومن يؤلف قلبه بالمال والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فانخفضت البطالة إذ حث الإسلام على العمل، فكان الرجل يفضل أن يكون دافعا للزكاة على أن يكون قابضا مستحقا لها. أما في المجال الزراعي فقد ركز رسول الله صلى الله عليه وآله على استحباب الزراعة دفعا للقبائل أن تستقر في جغرافية معينة تثبيتا للاستقرار والأمان، وكانت القاعدة الرائعة التي أسسها وهي تمليك الأرض المشاع مقابل العمل بها، عندما قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فتقلصت وبسرعة نسبة الأرض الموات البور، وكثرت السهوب الزراعية مع ما ينتج عن ذلك من حفر للآبار وتجميع للمياه وتنظيم للسقاية. فلم يلبث المسلمون أن أصبحوا مصدرين للمنتوجات الزراعية بدل كونهم مستهلكين بالاستيراد. ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وآله قطع الأشجار حتى في الحر، واستثنى من ذلك ما كان لسقف البيوت أو لصناعة المحاريث في الأرض أو للضرورة فقط، وقال: من قطع شجرة فليغرس مكانها ودية. فأعطى بذلك احتراما بيئيا للنبات، وكثرت الغابات والوحات. أهم نجاح حققه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم نجاحاته الكثيرة، تأسيسه للدولة، تأسيسه لحضارة، تأسيسه لمجتمع مدني، تأسيسه لنظام قضائي، تأسيسه لجيش نظامي، تأسيسه لكثير من القضايا لأول مرة في الجزيرة العربية. لكن أهم من كل هذه الإنجازات هو أنه بنى الإنسان. حلت الواقعية محل الخرافة، والمنهجية مكان الغوغائية، مما أدى وبسرعة خارقة
أن تصبح أمة الإسلام أعظم أمة وخير أمة. كلنا نهوى نقتفي معنا في سما ذكرى.